نسبة الازدحامات في بغداد فقط بوقت الذروة لا يتجاوز 50%. هذا وقت الذروة، وش وقت بس لا تالي الليل، وهي بغداد قافلة بالازدحامات بكل وقت. تنصح بارتداء الملابس الشتوية، الأنواء الجوية تعلن تأثر العراق بكتلة هوائية باردة الأسبوع المقبل. صدق لو قال المثل، حضر العطابة قبل الفشخة، هو غير يجي الشتاء. خبير بيئي، العراق بحاجة إلى زراعة 15 مليار شجرة لمحاربة تلوث الهواء وأنقاذ البيئة. معاه قلباً وقالباً، بس 5 مليون شجرة ما زرعته لحد الآن، النوبة 15 مليار. بالبداية احفظ حصص العراق المائية من السرقات وخلي الأهوار تنتعش بالماء وزرع المليارات. خالد الشرهان، لازم المهر نص عليك ونص عليها، لأن هي راح تتزوج مو بس أنت. من منطلق العدالة والمساواة يا خالد، بهالحالة القوامة إلك لو عليك. راغب علامة، اشترطت على زوجتي أن لا تتدخل بيني وبين معجباتي، اللي أول شرط آخر نور وهدى وحسناء، وبهيج نختصر النكد.